السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الخير، احنا دلوقتي معانا حالة إنسانية. الأخ محمد زكي، تمام؟ احنا دلوقتي محمد زكي دوت يا جدعان، يعني حالة إنسانية ونفسه بجد يشوف بعينه. هو بقاله سنين عم يعني بيدور على حد يعني يساعده، هو وحيد وقاعد مع نفسه، واخدين بالكم في الأوضة ديت. أنا دلوقتي هجيلك يا محمد دلوقتي، وأنت إيه تحكي للناس ظروفك ودنيتك وإيه المطلوب، واللي أنت يعني إن شاء الله كده ربنا يكرمك كده، ويمكن نلاقي واحد من أهل الخير دول يساعدك. إزيك يا محمد، عامل إيه؟ الحمد لله. إيه أخبارك؟ الحمد لله. انت كنت بتشتكي من ايه يا محمد، وعايز مين يساعدك، وايه الدنيا بتاعتك؟ نفسي اشوف بعيني بس. ممكن تعلي صوتك؟ نفسي اشوف بعيني بس. ايه المشكله عند عينك؟ عمليه اسمها عمليه زرع عصب. زرع عصب، تمام. يعني انت رحت كشفت كتير وكل اللي يكلمك يقول لك ايه؟ لازم عمليه بره. لازم عمليه بره. يعني وانت دلوقتي حالتك زي ما احنا شايفين كده يا جدعان، تمام، حالته ما تسمحش اللي هو ايه يعني اللي هو يعمل حاجه زي كده. انت شغال ايه يا محمد؟ بأذى بتعمل ايه يعني؟ تمام، يعني انت يعني شغال بأذى، بتلم بتسترزق، يعني انت دلوقتي بتشوف بعينك ديت؟ لا والله. كام ده محمد؟ معرفش، مش شايف. ده؟ مش شايف. طب انت بتمشي ازاي في الشارع؟ كده بمشي وخلاص، ما العيال بتوصلني، ده يوصلني. طب تناشد مين ان شاء الله يعني من اهل الخير كده ممكن يقف معاك، وحاسس ان هو ممكن يقف معاك؟ اي حد. اي حد يعني ربنا وثم البشر. مصر للحلال. يعني انت نفسك تشوف بعينك. بس مش عاوز حاجه من الدنيا. تمام، ادعي على اهل الخير كده ان شاء الله يقفوا معاك، ونلاقي دكتور حد كويس كده وربنا كرمه، او انسان كده محترم كده زي الناس الكبيره محمد رمضان، اسمها ايه ديت، سوسن بدر، ريهام سعيد، قول الناس اللي هي ممكن تساعدك ان شاء الله، الدكاتره المحترمه. احمد السقا. اسمه ده بنسى اسمه، هشام الصغير. تمام، يلا ربنا كده ان شاء الله كده يوفقك يا محمد ان شاء الله كده، وربنا يكرمك، وان شاء الله نلاقي لك الحد اللي ربنا بعته لك نجده يقف معاك ان شاء الله. عشان الصراحه انا بشوفك وانت بتمشي بالاذى صراحه، الله يكون في عونك وشكرا، ويا رب كده حد يقف معاك ان شاء الله كده من الناس الصالحه، الناس الكويسه تقف معاك باذن الله.